اللهم امين امي الخشا. دابا بقى لا فرحه لا والو. انت تيبقى راسك خالك ولا امي الخشا على شي حاجه؟ حياتك مشات. لا اله الا محمد رسول الله. والله الا كتبكي والله العلي العظيم اللي سمعها تيبكي الدم. يلا هاد السيدة هادي. لا اله الا محمد رسول الله. شوفوا مسكينة شوفوا. تي الا بيا العلي العظيم. إذا مشاهدي قناة شوف تي في لما كنتم أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء اللي حاليا كتواجدوا مع أمي بختها. اللي ما كاينش اللي ما كيعرفهاش في المدينة القديمة. هاد السيدة هادي طفولتها كانت في أية في الجامع، يعني كانت جميلة بزاف، كانت واحد الإنسانة اللي مربية مخلقة كلشي كيعرفها، وكانت هي ماشي مثل الأبوين، يعني مربية غير عمتها. للأسف فاش العمة مرضات توفات، المهم ختها تكرفصات ديال بصح ما بقاش اللي صونها اللي يوقف معاها، يعني ما بقاش ما بين دار لدار كتخدم في الديور، ما تزوجات ما دارت عائلة ما حتى شي حاجة، وداك الجمال ديالها وزينها دبل. يعني مسكينه دابا حاليا مشرده وسط الشوارع ديال كازا، تبات في الشارع، تبات في الزنقه، تبات في القهاوي، يعني ما كتخلي فين تبات باش مسكينه تصرف على راسها ولو غير خبيزه. وتخيلوا معايا اليوم جات عندها الولسيس في الراس ورجليها منفوخين وما كاينش عندها تغطيه صحيه باش تعالج، يعني حتى شي حاجه ما عندها اللي يدير المهم بخشه. وهنا كلشي يوقف معاها على الاقل في هاد العواشر اللي يقدر يكري لها شي بيت اللي تسكن فيه وتكلفوا لها مصاريف العلاج. الله يجازيكم بخير. سلام ام بختها. سلام. ابكي على صحتك، خدمت في الديور باتي عمتي وماتت وحدي، وعندي الله ما عندي لا خو لا حنين لا حميل من غير الله، وعنديش انا مريضه في صحتك، عندي ورثت في الراس ورجليا من فوق، ما كاينش اللي عطقني وما كاينش اللي حن عليا، حتى التغطيه الصحيه حيدوها لي، حد قال لي تخلص وانا ما عنديش القدر باش نخلصها. عاش بقى لي الخل ديال التغطيه الصحيه. ما كتدوزي ما والو دابا. لا ما كاينش باش غندوزو رجليها مهلوكه ليا. الله اللي تعلم بيا ماشي الانسان غادي يكذب انا، الله ما غادي نكذب انايا، الله غادي الله اللي غادي يدير ليا غادي يزاتيني الا كذبت. واخا كنت عاودي لك كيفاش كنت عايشه وكنت صغيره؟ كنت نخدم، كنت نخدم في الديور، خدمت عند النصارى، خدمت عند اليهود، كلشي اللي تيعرفني. يعني كنت نخدم ما كاينش ندور ولا شي حاجه، كنت نخدم ونمشي عند عمتي، عمتي توفات انا بقيت مشرده في الزنقه. لا ما عنديش، لا والدي ميتين ما تنعقلش عليه، ما تنعقلش عليه. لا كبرتي في وسط المدينه هنا ولا في وسط المدينه؟ الناس ديال الدرب كيشوفوك كتعصب عليك. حتى الدرب ماشي عارف باش غادي يحن عليا، ما كاينش اللي يحن عليك، الله ما كاينش اللي يدق عليك يعطيك حتى شغمه الملك تما غطا. لا 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 حتى يا خو ثاني عمتي الاخوة توفات قبل ما توفى هي وخوسه وكلشي ما لا والو كاين الله. ها انا شحال هادي من اللي مرضت ولا قالوا لي الاستفاده عندك ما عنديش واش نخلصها، الا ما خلصتها صافي غنبقى حوايجي غترمى في الزنقه. استفاده خاصه عشرات المليون، ودابا تشوفوا الدار دايرينها العود باش واقفه في الدرب باش نهبطو. تنسكنها في الزنقه دابا، انا ساكنه في درب القنداوي، برك القنداوي شرطه العلاوي، رقم الدار 60، واللي بغا يحن عليا يجي يعيط لي في التليفون، رقم تليفوني يعطيه ليكم، وغادي نشوفو حالتي، ما تنكذبش. كانت الصحة ما نعياش انا من الشقة وما نعياش من الدور، انا باتلك ثلاثة ديور أربعة في النهار. وني دابا الغالب الله دابا انا حتى الرجل زادت عليا تهدات كلشي مشى. انا واش بغيت وما كاينش شي جواج ديال ما بقاش جواج، اش من جواج اودي؟ وقلت العقل، قلت العقل اللي خلاتني هكا، دابا تعقلت العقل انا بقيت باركه. واخا شو المرض اللي عندك دابا؟ دابا عندي رجل مهلوكه ليا رجليه منفوخ، بغيت انا ندوز غير ندير هاد الراديو باش نشوف شنو كاين. واش غندير؟ ندير الراديو وما عنديش باش ندير الراديو، والله ما عندي ريال، وفي ولسيس في راسي
وما ساكا ما قايله حتى حاجه عليه. وانا والاستفاده مهال كان يزيد على مكتوبي استفاده غادي يعطوه لينا، وخاصه غادي لما خلصتش نعطس الزنقه. واش نعطس الزنقه خو تبغي اختك يا المحسن تنعطس الزنقه؟ اختك مسلمه تنعطس الزنقه؟ ما كاينش كدوز عليها وتلقاني عطس الزنقه مشرده هي وحويجاتها، ما يمكنش. واخا تكون قلبك كيما كان غادي تحن وغادي تعطف، ورا السابي الا اللي دار شحال الواحد القهار راه ما دار عليا لا والو. كارثه كارثه، راه صحابكم انا هكا راه مكارثه. ها شي عامين دابا اه كيضربك شي واحد؟ لا لا واخا تنخاف منها. وانا دابا تميتي انا ما تمسونيش صاحبي، ما تقرب ليا. هنا 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 في المدينه، هنا 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 اولي شي يعاملونك. كان قال لي ما تشوفش شي حتى شوفان ما تعرفكش، غتكون قاعد تعرفك ما دير راسها ما تعرفك هاد الوقت. ها دابا انا اش بغيت؟ بغيت انا يوقفوا معايا على رجلي اللي ضراني بزاف والاستفاده صافي. خشوا لي بيت، ها بيتو كوزينه الله يجازيهم بالخير، الله يجازيهم بالخير والخير، يلقاو في قبرهم ويلقاو بالجنه ولا اله الا الله محمد رسول الله. الله محمد باكيه وحسد عواني من باكيه الدم ماشي الماء، نحل بنادم قلبك ويشوفوا كاع اللي فيه لحياتي. والله اللي تعلم بيه ما يعلم بيه لا الخالق ماشي المخلوق. تقول واش المخلوق تعلم شي حد الا الله؟ واش كليتي اليوم؟ ها؟ كليتي اليوم؟ واحد الدار كليت دقيت عليه عطاتني واحد الطعيمه، طعام عطاتو لي سكا ولا شي ناس. ما ناكلش دابا الله يرحم والديكم ويجازكم الله بالخير المحسنين، وتلقاو في جنتكم، وعيد مبارك سلام على ناس أمة سيدنا محمد إلا ما حنوا عليا. ولي ما طاقش ها نمرة التليفون ورقم الدار، ويجي عندي ترى يشد بيدي تيشوف الدار باش ما نكذب. ما يقولك أنا تنكذب ولا أنا تندير واحد المانطات اش غندير؟ نصبر حيت أنا ما عندي ما ندير. لا حيلة مع الله، اش غندير؟ كاين الله خالق هو اللي كاينه، ما كاين حتى شي حاجه ما كاينه. لا خويا ما الله ما تنعرفهم انا، تبا غنطلب الجمعيه الا بغات تعاوني شي جمعيه الله يجازيهم بالخير. شي جمعيه الله يجازيهم بالخير، هما خوتنا هما حبابي هما فاميلتي هما كلشي فيهم، يعاونوني يوقفوا معايا على الاستفاده. ها كارفين لا لا ها لا شي دار المحسنين يعاونوني المحسنين، وشي محسنين يعاونوني شي جمعيات الله يجازيهم بالخير. الله يجازيهم بالخير في هذا الشهر المبارك. انا عندك 06 55 53 67 44 06 55 53 67 44. لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. كما شفتوا معنا المشاهدين الكرام باللي ام الخشا اول حاجة غنوجه رسالة للجمعيات، الله يجزيكم بخير هاد الحالات كلها خصكم تعاونوهم. بارك علينا داك الدعم الخاوي اللي كتاخذوه وداك التخربيق اللي كديروا، فكاينين الناس اللي محتاجين منهم هاد الحاله ديال المي بخشا. عيب مره كبيره باقا كدور وسط الشوارع ديال كازا ومكرفصه، يعني كاينين جمعيات اللي الهدف ديالها فقط كتاخذ غير الدعم والدور ديالها ما تديروش، وكاينين جمعيات اللي كيديروا الخير فهما اللي كنوجهوا لهم الرساله. دابا ها هي حاله من الحالات اللي محتاجه، حاله من الحالات اللي محشومه، وحنا كمغاربه نشوفوها في الزنقه ونخليوها. هذه الاولى. ثانيه بالنسبه حنا كمواطنين حشومه انا نشوفوا هذا اللايف دابا ديال المي بختا ونخليوه ونمشيو، وما تحركش فينا واحد شويه ديال الضمير.
ان امراه كبيره في سن العمر ديال الامهات والاباء ديالنا ونخليهم مسكينه مكرفصه في الزنقه. واش حنا كمغاربه غير تحت الدمار ديالنا ونخليو نعسو وما يبغيش مريضه بحال هكا؟ عيب. عندها الاول تيس في الراس عباد الله وما كدوزش عليه، ما عندهاش باش تدوز رجليها منفوخه تقدر تقطع عليها وما عندهاش باش تدوز الماكله، ما عندهاش باش تاكل، يعني مكرفصه ديالها بصح. وحنا مع ذلك كنمشيو لديورنا كنعسو بخير وكناخذو بخير بحال ما خاصنا والو، بحال حنا راه عايشين رفاهيه. وحشوم حشومه اننا نشوفوا هذا الشيء ونتكرفص ونخليوه بحال هكا. فالله يجزيكم بخير، رساله للقلوب الرحيمه، رساله للناس ديال الخير. امي بختها عيطوا لها في التليفون، الله يجزيكم بخير، اللي قسم الله اللي كان جودوا عليها به، حيت عندها قصه اللي مؤلمه وقصه اللي كتبكي بزاف. الا عودت لكم راه ما غاتساليش. مسكينه مكرفصه، شوف 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 شوفوا الدموع هذو الغاليه، والله والله راه دموعها غاليه، دموعك غاليه امي بختها، دموعك غالي، يعني هاد الدموع هذو غاليه. فلا حول ولا قوه الا بالله. الله يجزيك. شوف شوف شوف، لا حول ولا قوة الا بالله العظيم. والله الا عيب، وحق الله الا عيب، عيب. مسكينة في الزنقة ومكرفصها، وحق الله. عندي عشت ظروف صعيبة، عشت الآلام، عشت العذاب، فبغينا حنا نكونوا وليداتها. أمي بختها بغينا هي ما تزوجاتش وما ولداتش، ولكن الله سبحانه وتعالى غير رسل لها 40 مليون مغربي. أمي بختها ولدات 40 مليون مغربي، كلشي غيوقف معاها، كلشي غيوقف معاها، ما كاينش اللي غيخليها وغيمشي. فاللي شاف هاد اللايف هذا يهضر معايا يتواصل معايا يجيب لي اللي قسم الله ماكله فراش يتجمعوا كيلو ولا شي بويت تسكن فيه، اني محتاجه مسكينه معذبه ديالها بصح. فالله يرحم لكم الوالدين، بغينا اللي وقف معاها. رقم الهاتف هو 0655 53 67 44. تهنا مشاهدينا، شكرا لحسن التقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.